حاجة حضرتك قلتها لنا وهي ماذا يحدث في الوزارة الإسرائيلية حاليا. بالظبط. لكن واضح انه قبل ما ننتقل للجزئية دي دكتور سمير انه العدو الصهيوني بقيادة نتنياهو هيستمر في سياسة رمي البلا. طبعا. تمام. طبعا. طبعا. فضل. يا مدام عزة، نتنياهو عارف انه لو خرج بكرة من الوزارة هيخش السجن. تمام. فلازم تستمر الحرب. نعم. الوحيد الذي لا يريد سلام في المنطقة دي وفي غزة هو مين؟ نتنياهو. نعم. خلاص؟ طيب. شوف الصورة اللي بعد دي. هل زيادة الانشقاقات، واضح انه في القادم انشقاقات اخرى هتواجه حكومة نتنياهو، هل ده هيأثر على العمليات؟ طبعا هيأثر، ولكن طول ما نتنياهو موجود يا مدام عزة في الحكم هو مصر على الاستمرار العمليات. صحيح. وانا كنت من ساعة بالظبط مع اذاعة مونت كارلو كنا بنحلل، لان من ساعة اسرائيل اذاعت انهم هيعملوا المرحلة التانية في رفح وكنا بنحللها. أيه. المهم ان امبارح وزير الدفاع جالانت طلع واعلن تصريح انه لا يوافق على ما الاسلوب الذي يدير به نتنياهو الحكومة والحرب. نعم. وقال ان كانت المفاوضات بتتم، نتنياهو بيكلم الطرف الاخر الاسرائيلي ويديله اوامر دون ان يلجأ لهم بهدف تعطيل مفاوضات السلام. نعم. وقال طبعا ان حط له هو الصورة التانية، حط له 6 اسئلة مطلوب ينفذها واداله فرصة مهلة 20 يوم. نعم. 6 اسئلة بيقول له قلنا احنا رايحين فين بعد كده. وقال من حق الشعب الاسرائيلي انه يعرف. أيه. انت قاعد تضرب وتدخل وتهاجم، طب احنا رايحين فين؟ ده واحد. الحاجة التانية وهو السؤال اللي اتسأل what is after، او اليوم التالي ماذا بعد بالنسبة لهم، يعني ما ينهوا على حماس. غزة هتروح فين؟ أيوة. لان نتنياهو بيقول انا عايز افضل في غزة، وطبعا هناك رفض تام. الحتة دي يا مدام عزة معلش نشرحها مهمة قوي للمشاهد المصري. في اول اسبوعين من الحرب جاء ويليام بيرنز وقال لسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي عايزين نفكر ماذا بعد الحرب. صحيح. وعرض عليه اول مقترح ان مصر تدير غزة، وعرض عليه ان هيدفعوا لمصر تكاليف هذه الادارة 6 اشهر لحين انتخاب حكومة تكنوقراط في غزة. نعم. وهيدونا المعدات والاسلحة. سيادة الرئيس السيسي قال له ابدا، رفض غزة لأهالي غزة. نعم. الذي يدير غزة هم اهل غزة. المقترح الثاني اللي كان اتطرح بعد كده بعد ما مصر رفضت هذا المقترح ان هناك تبقى قوة عربية تدير وبقيادة مصر. نعم. هناك مقترح اسرائيل قالته عشائر من غزة اللي هم تبعها، وده طبعا اترفض. هناك اقتراح رابع انها تبقى قوة دولية تدير غزة. غزة. المهم ان طبعا غانس امبارح لما اداله الفرصة وعشرين يوم ليه، حتى الناس تسأل ليش من 20 يوم، لان هو يومها هتبدأ نقول ايه الكنيسة الاسرائيلية الاجازه بتاعتها اللي كانت واخداها بعد العيد بتاعهم هتبدا عملها، يبقى النهارده الاجازه خلصت وتبدا تتم. طبعا هذا الموضوع عامل مشكله كبيره جدا. لان زي ما قلنا الحكومه دي حكومه يمينيه دينيه متطرفه. نعم. من اسوا الحكومات التي جت في تاريخ اسرائيل. طبعا